أمير المؤمنين عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. الجنة، هي التي يتطلع إليها كل مؤمن، هناك طريق إلى الجنة. طريق الجنة ما هو؟ شروط أن يمشي الإنسان في طريق الجنة ما هي؟ شرطان واردان في الروايات الشريفة الكثيرة جدا، وفي آيات قرآنية عديدة. الشرط الأول الإيمان، بدون الإيمان لا تفكر أن ترى الجنة. الشرط الثاني العمل الصالح، وهذا ما ورد في آيات عديدة شريفة. الذين آمنوا، هذا الشرط الأول، وعملوا الصالحات الشرط الثاني. حديثنا ليس عن الشرط الأول، لله الحمد. إجمالا الشرط الأول موجود فينا بدرجة من درجاته، ولو بدرجات دانية. هذه النعمة الكبرى العظمى، أعظم النعم، ولله الحمد موجودة فينا إن شاء الله. وهي الأساس طبعا. الركن الثاني الذي هو يأتي بدرجة بعد الركن الأول العمل الصالح. ما هو المقصود من العمل الصالح؟ يعني ماذا؟ الذين آمنوا إجمالا نفهم، نعرف إجمالا الشيء الذي يلزم أن يتواجد في الإنسان كشرط للنعم في الجنة، لدخول الجنة، لغير ذلك. أما العمل الصالح الذي يلزم أن يتمتع به الإنسان شرطا لدخول الجنة، ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح يعني أن تجهد نفسك وروحك
وجسمك جهدا كبيرا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى كالأتقياء الصالحين العظماء، أن يكون الإنسان مثل محمد بن أبي عمير، أن يكون الإنسان مثل المقدس الأردبيلي، أن يكون مثل الشيخ الأنصاري في تقواه في زهده، هذا العمل الصالح، فقط هؤلاء يدخلون الجنة؟ لا، حتى لو كان عمل الإنسان أقل من ذلك. إجمالا يعمل بعض الصالحات أيضا قد يدخل الجنة، يتعب نفسه بعض التعب من منا يقدر أن يكون مثل المقدس الأردبيلي مثل محمد بن أبي عمير؟ لا، بعض العمل بعض التعب لا، حتى أقل من ذلك. أحيانا الإنسان يدخل الجنة بموقف واحد، بعمل واحد، على ما ببالي في الكافي الشريف، والسند سند صحيح، في حديث شريف، هذا مضمون موجود، لعله الكلمات لا تكون دقيقة جدا، يمكن تقديم تأخير، بس هذا المضمون. أنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل ربما اطلع على العبد وهو على شيء من الطاعة، يرى هذا العبد على شيء من الطاعة فيقول له الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أعذبك بعدها أبدا. موقف واحد أحيانا، كلمة واحدة يقولها الإنسان، صبر واحد في موقف، الله عز وجل، حديث صحيح على ما ببالي، سندا صحيح، يقول له: وعزتي وجلالي لا أعذبك بعدها أبدا. يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد حجة من الإنسان حتى يدخله الجنة، الله يريد أن يدخل الشخص إلى الجنة، أعطي حجة لله عز وجل يدخلك الجنة، حجة. يعني طريق الجنة سهل؟ لا، طريق الجنة سهل جدا، هل إيمان؟ سهل، اعتقاد، العمل الصالح، أحيانا موقف واحد. والعجب العجاب أنه الوضع هكذا وبعض الناس يدخلون إلى النار. بعض الأشياء الغريبة لكثرتها الإنسان يتعود عليها، حقا شيء غريب، مع هكذا رحمة، مع هكذا لطف، مع هكذا كرم من الله سبحانه وتعالى، شخص يدخل إلى النار، حقا عجيب.
يعني 40 سنة 50 سنة 60 سنة 100 سنة أكثر أقل، لا يعطي لله عز وجل حجة واحدة حتى يدخل الجنة. ليس عجيبا؟ وتلك الرحمة العجيبة التي لا يصدقها حتى المؤمن، لا يتمكن أن يستوعب رحمة الله سبحانه وتعالى. هناك حديث شريف من العجائب حقا، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا الحديث حديث بسند صحيح، على ما ببالي علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه في تفسير القمي ينقل عن أبيه علي، عن إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، ثقات أجلاء كلهم عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. يعني علي بن إبراهيم ينقل بثلاث وسائط في تفسير القمي، الحديث موجود. هذا الحديث في تفسير القمي موجود في الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ذكره. هذه العبارة التي أنقلها لكم عبارة الحر العاملي رضوان الله عليه في الجواهر السنية تقريبا، هذه العبارة لعلي أيضا أقدم آخر بعض الشيء، أن آخر من يؤمر به إلى النار يأخذونه إلى النار في يوم القيامة، فيلتفت إما التفات قلبية أو لا، ينظر إلى محل صدور الأوامر فيقول الله سبحانه وتعالى ردوه. طبعا قلت هذه الكلمات واردة في بعض النسخ، في بعض النسخ المعنى واحد، عبارات باختلاف يسير بينها. فيقول الله عز وجل ردوه، يأتون به، فيقول الله سبحانه وتعالى له: عبدي لما التفت؟ هذا العبد الذي أمر به إلى النار، يعني يستحق نار جهنم، لما التفت؟ فيقول: يا رب ما كان ظني بك هذا. فيقول الله عز وجل: وما كان ظنك بي؟ فيقول: كان ظني بك أن تغفر لي وتدخلني برحمتك جنتك، أنا أستحق نار جهنم أعرف، ولكن ظني بك أن تغفر لي خطيئتي في بعض النسخ وتدخلني برحمتك جنتك، هذا كان ظني بك. فيقول الله سبحانه وتعالى، يخاطب الملائكة، يقول لهم: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي. حسب هذه النسخة 5 مرات الله عز وجل يحلف: وعزتي وجلالي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني. أنه شنو؟ ما ظن بي هذا ساعة من خير قط. يكذب، هذا يقول ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني وتدخلني برحمتك جنتك، ده يكذب. هذا الشخص ساعة من خير ما ظن بي ساعة من خير قط، ولو ظن بي ساعة من خير ما روعته بالنار، ما أدخلته نار جهنم، لا، ما روعته بالنار، ما كنت أخيفه بنار جهنم أصلا، ولكن مع ذلك أجيز له كذبه وأدخله الجنة. كذب قلبه، ما كان فيه ظن خير لله عز وجل ساعة واحدة، ولكن لأنه قال هذه الكلمة، قال: أنا ظني بك خير، كان أجيز له كذبه وأدخله الجنة. حديث صحيح.
مع هكذا رحمة الشخص يدخل إلى نار جهنم، هذا ليس غريبا؟ بين قوسين أقول، مرة ذكرت هذا الحديث الشريف في مجلس قبل سنوات، بعد المجلس أحد رجال الدين قال لي هذه الأحاديث لا تذكرها للناس، هذه الأحاديث تجرأ الناس على معصية الله عز وجل. قلت لا، هذه الأحاديث تنبه الناس. الإنسان مهما كان قسي القلب في قلبه ذرة من الإنصاف موجودة، هذه الذرة من الإنصاف تجعله يلتفت. هكذا رب عندك، هكذا رحمة، هذا الرب الذي لا يحتاجك نهائيا، هذا الرب الذي أعطاك كل شيء، أمرك ونهاك بما هو صالح لك من دون انتفاع منه بأعمالك، أمرك ونهاك مع ذلك تخالفه؟ على ماذا تخالفه؟ أمرك بماذا؟ أمرك بأمور صعبة؟ اصبر لا تقل كلمة، هذا صعب؟ اصبر في أمرك الله سبحانه وتعالى أن تقطع جسمك قطعة قطعة له، أمرك بأمور عادية، صلاتك صبرك على هذا، هذا أمور عادية عادية. حتى هذه الأمور العادية نحن لا نطيع الله عز وجل فيها؟ هذا شيء من الإنصاف في قلب الإنسان الذي لا يطيع الله سبحانه وتعالى حتى في هذه الأمور؟ لا أقول كن مثل أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، العالم مجتمع ضده وضحوا تلك التضحية، إطاعة عادية. هذه الإطاعة العادية أيضا نبخله، ليس بخلا، ما أعطينا لله عز وجل شيئا، لأنفسنا أيضا. طريق الجنة سهل؟ لا، سهل جدا. الكثير يذهب في طريق النار، هذا جدا عجيب. يدخلون الجنة الكثير بتلك الرحمة الواسعة الإلهية، والرحمة الواسعة الإلهية بابها محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. لا، العبارة أدق من هذا، ليس هم باب رحمة الله، نعم هم باب رحمة الله، هم رحمة الله، غير أنه هم باب رحمة الله، أصلا هم رحمة الله. يا رحمة الله الواسعة، الإمام الحسين هو رحمة الله، ليس فقط هو الطريق، هو الباب إلى رحمة الله، هو الباب إلى رحمة الله، ولكن هو رحمة الله. هذه الرحمة الواسعة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول هم درجات عند الله. سهل الطريق إلى الجنة؟ نعم سهل. ممكن بموقف؟ نعم ممكن بموقف تدخل الجنة. ولكن هم درجات. الدرجات تكون بماذا؟ لماذا هذا المؤمن في هذه الدرجة من الجنة، المؤمن الثاني في درجة أقل، المؤمن في درجة أعلى؟ أسباب اختلاف الدرجات ما هي؟ الأسباب كثيرة، أنقل لكم بعضها. أولا المعرفة، شخصان مؤمنان يعملان مثل بعض، هذا العمل مثل هذا العمل بالضبط، ولكنهما بدرجتين مختلفتين من المعرفة. يعني سلمان سلام الله عليه فرضا لو صلى بالضبط مثل صلاتي، سلمان ثواب صلاته أعلى من ثواب صلاتي، معرفته أعلى. المعرفة أهم نقطة في درجات قيمة العمل، وهذا ما فيه روايات
بدرجة عالية من التواتر. هذا الملاك الأول، المعرفة. كلما معرفتك أعلى قيمة عملك أكثر. ثانيا، النية، درجة الإخلاص. يعني شخصان في درجة واحدة من المعرفة يعملان عملا واحدا ولكن بدرجتين مختلفتين من الإخلاص. هذا في درجة من الإخلاص. الإخلاص درجات بالآلاف، لا لعله لعلها بالملايين، درجات كثيرة الإخلاص. أدنى درجات الإخلاص هي الدرجة التي توجب قبول العمل، هذه الدرجة الدانية من الإخلاص. والإخلاص درجات. هذا الملاك الثاني في درجات الأعمال. الملاك الثالث في درجات الأعمال الجهد. شخصان في درجة واحدة من المعرفة، في درجة واحدة من الإخلاص، ولكن هذا الشخص يجعل ربع نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها عليه في الله في سبيل الله، ذاك يجعل خمسها. عندك نعم، عندك عمر، عندك طاقات، عندك قدرات عقلية، عندك قدرات جسمانية، عندك نعم. هذه النعم كم النسبة التي تجعل من هذه النعم في سبيل الله عز وجل؟ لعل شخصا يعمر 20 سنة وشخص آخر يعمر 50 سنة، ذاك الذي عمر 50 سنة جعل 25 سنة في سبيل الله، نصف عمره. هذا الذي عمر 20 سنة جعل 15 عاما في سبيل الله، مع أن هذا 15 عاما ذاك 25 سنة، ولكن هذا الشخص درجته أعلى لأن النسبة أعلى. كمثال أقول الجهد، السعي، كم من هذه النعم تجعلها في الله سبحانه وتعالى. رابعا التعب، كم تصاب بآلام، كم تصاب في سبيل الله عز وجل بمصائب، كم يسبونك في طريق إقامة الشعائر الحسينية المقدسة، كم يكفرونك، كم يؤذونك، كم تتحمل أذى في سبيل الله عز وجل. سبيل أهل البيت هو سبيل الله عز وجل. كما وكيفا طبعا الأذى التي تصيب الإنسان في سبيل الله عز وجل، هذه من ملاكات قيمة الأعمال، درجات قيمة الأعمال، وبدرجات قيمة الأعمال درجات قيمة الإنسان نفسه. خامسا وهي كثيرة طبعا، نكتفي بخمسة، النتائج. هذا يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى توفيق، ولا يكون التوفيق بدون سبب، ولكن نحن لا نعرف الأسباب، لا نعرف الأسباب. نحن عمل يوفق، عمل لا يوفق، عمل يوفق بدرجة، عمل لا يوفق بدرجة. من سن سنة حسنة، الإنسان يموت أصلا لا يعرف، خلاص انتهى، شيخ الأنصاري انتهى مات، ولكن سجل عمله مفتوح. سلمان سلام الله عليه مات، سجل عمله مفتوح بعد أكثر من 1000 سنة. حبيب ابن مظاهر سلام الله عليه مات، استشهد، سجل عمله مفتوح. الناس الذين يقتدون به، هذه الملايين الذين يذهبون إلى زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، جزء من ثواب كل واحد منهم لحبيب سلام الله عليه. كم من الثواب؟ نتائج الأعمال، هذا يحتاج أن يدعو الإنسان، أن يدعو الإنسان الله عز وجل أن يجعل عمله بنتائج واسعة كبيرة.
شكل العمل مثل بعض، هذا عمل وذاك عمل، ولكن ترى عملا موفقا وترى عملا غير موفق. كم هديته؟ كم سببت الخير في الناس في حياتك بعد مماتك؟ كم هي آثار عملك؟ هذه كلها محسوبة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أصلا أنت لا تعرفهم، أنت ما وجهتهم توجيها مباشرا، أصلا تموجات عملك وصلت إليهم. أنت عملت عملا في شرق الأرض، تأثر شخص من عملك في غرب الأرض بتموجات عملك. أنت الموج الأول تراها، وما بعد 50 موج لا تراها أصلا، لا تعرف أصلا. يوم القيامة ترى في سجل أعمالك أعمال صالحة عجيبة، من أين؟ أنا ما عملت بها، أنا ما صنعت هذا الشيء. هداية لآلاف من الناس، أنا ما هديت الناس، لا هديت آلاف الناس. أنت هديت شخصا واحدا، هذا الشخص الواحد صار المجلسي كمثال أقول، أو مثل المجلسي، أحد أجداد المجلسي، لعله ما كان على الطريق، ما كان على الدرب. هذا الجد، ليس الجد المباشر طبعا للمجلسي، أحد أجداده، هذا الجد اهتدى بسببك أنت. كان في نسله المجلسي، المجلسي خدم هذه الخدمة الكبيرة، جزء من ثوابه لك. في يوم القيامة تستغرب، من أين؟ نتائج الأعمال. قيمة العمل، إحدى ملاكات قيمة العمل نتائج الأعمال. هم درجات عند الله. أحد المؤمنين كان يقول يكفينا زاوية من زوايا الجنة، ما نحتاج درجات عالية، يكفينا ملحق في الجنة، ما نحتاج قصور، بس لا ندخل النار، خلينا ندخل الجنة، شلون ما كان. لا، أنت تقول هذه الكلمة اليوم، في يوم القيامة لا تقول هذه الكلمة. وأنذرهم يوم الحسرة. لماذا هذه الحسرة؟ الحسرة ليست فقط للكفار الذين يدخلون إلى نار جهنم، حتى للمؤمنين، حتى للخلاص. حسرة، لو كان من الممكن أن يموت الإنسان في يوم القيامة كان يموت، حتى المؤمنين كان يموتون حسرة من شدة الحسرة، كان الشخص يموت. انظروا درجة الحسرة. هنا تقول تكفيني أدنى الدرجات في الجنة. في يوم القيامة ترى أن القضية كانت بسهولة ليست بصعوبة، تتمكن أن ترتقي. ابن أبي عمير صبر صبرا، الموقف كانت فيه صعوبة، صبر. ومواقف أخرى طبعا لابن أبي عمير، مواقف كثيرة، كمثال أقول موقفه في سجن هارون، قضية مشهورة. موقف واحد، صبر واحد، يرى أن هذا الصبر يسبب له ارتقاء عظيما، 1000 درجة، 1000000 درجة. درجات الجنة كم هي؟ الإمام أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام في حديث يقول، في قوله تعالى هم درجات عند الله، يقول مضمون الكلام: الدرجة ما بين السماء إلى الأرض. هاي درجة واحدة. تتصور أن الدرجة شيء سهل؟ هذا الشخص في الدرجة رقم 100 مليون، ذاك في الدرجة رقم 100 مليون و1، الفرق بينهما كالفرق من السماء إلى الأرض، درجة واحدة. وهذه الدرجات تنال بماذا؟ بأشياء سهلة كانت. في الدنيا يوجد تنافس على المال، يوجد تنافس على المناصب، يوجد تنافس على النعم، يوجد تنافس. دنيا فيها تنافس، هذا التنافس الطبيعي. الإنسان البشر لا يحتاج أن يقال له تنافس في الدنيا، هو يتنافس
الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هناك في درجات الجنة فليتنافس المتنافسون. تنافس، نعم تنافس، يرتقي الإنسان بمعرفته، ممكن، نعم ممكن. أنت في درجة معينة من المعرفة، اقرأ الروايات الشريفة تزداد معرفة، كطريق من طرق زيادة المعرفة، طبعا طرق عديدة، ازدد معرفة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نفس عملك قيمته تختلف، نفس العمل إذا ازددت معرفة، ازدد خلوصا، ممكن، نعم ممكن. كان أكثر عبادته التفكر، تفكر الطريق إلى زيادة الإخلاص. أبو ذر كان أكثر عبادته التفكر، كان يصلي ويصوم ولكن أكثر عبادته التفكر، بالتفكر زد درجة إخلاصك، في كل يوم زد درجة واحدة من هذه الأمور، إما معرفة أو إخلاصا أو جهدا أو تعبا، اتعب، لا يوجد تعب، اتعب نفسك، أخر نومك 5 دقائق تتمكن، تتمكن، قضية سهلة في الله عز وجل، في سبيل الله عز وجل. أحضر مجلس أنت تعبان تحتاج إلى شيء من النوم، لا، أتعب نفسك، أحضر مجلسا حسينيا نصف ساعة، تعب نصف ساعة، أتعب نفسك الجهد. والشيء الأخير لا يعرفه الإنسان، النتائج، هذا يحتاج إلى دعاء. طبعا قلت هناك أمور أخرى أيضا تؤثر في كثرة انتشار العمل الصالح والتأثير الإيجابي للعمل الصالح. ممكن الإنسان يسعى حتى تكون حسرتنا في يوم القيامة أقل. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. عظم الله أجوركم بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الرؤوف وكل واحد من الأئمة الرؤوف، الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بهذا العجيج والضجيج العظيم عند الله عز وجل حول قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بهذه الوجوه التي غيرت لونها حرارة الشمس في طريق زيارة الإمام سيد الشهداء، بهذه الأقدام التي سعت إلى تلك البقعة المباركة، بهذه الجهود التي تصرف في حب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، التي تصرف في إرضاء قلب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم بحقهم ارزقنا زيارة الحسين قريبة، اللهم بحقهم ارزقنا شفاعة الحسين في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم بحقهم، بحق هؤلاء الزوار، اكتبنا مع الزوار، اللهم اشركنا في زياراتهم، اللهم بحق محمد وآل محمد سلم زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أوصلهم إلى تلك البقعة المباركة سالمين، وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين، وغانمين إلى غانمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.